من بوابة الأرض إلى السماء مدينة القدس وتحديدا من المسجد الأقصى المبارك بدأ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة زيارته إلى فلسطين، حيث اطلع على واقع المدينة عن قرب لما لها من أهمية بالنسبة للمملكة المغربية التي لم تتخلى عنها في ظل الدعم المتواصل لها أمام ما تشهده من هجمة شرسة من قبل الاحتلال الساعي إلى تغيير طابعها العربي والإسلامي. ولعل وكالة بيت مال القدس كانت إحدى المحطات التي زارها الوزير بوريطة والتي تساهم في تقديم الدعم والخدمات للمقدسيين أمام نهر العطاء الممتد من مملكة المغرب إلى المدينة المقدسة. نحن في المغرب هذا تربينا عليه لأن القضية الفلسطينية وقضية القدس هي جزء من توابتنا، هي في المغرب هي جزء من يعني توازي المقدسات وتوازي القضايا الوطنية المغربية. لهذا العلاقة بين المغاربة والقدس هي علاقة وجدانية، علاقة إنسانية منذ القديم. وما أن انتهى من زيارة مدينة القدس حتى انطلق إلى مدينة رام الله للقاء وزير الخارجية الفلسطيني، وقد جرى الحديث عن المخاطر المحدقة بمدينة القدس والعلاقات الثنائية بين البلدين أمام الاهتمام الكبير الذي أولته المملكة المغربية للقضية الفلسطينية ومدينة القدس التي تشكل محط أفئدة العرب والمسلمين حول العالم. هذه الزيارة لتأكيد التضامن ولتأكيد كذلك الرفض لكل ما يمس بالهوية العربية الإسلامية الفلسطينية لهذه المدينة. هذا يوم سعيد أن نجد بيننا ضيف عزيز، ونحن نريد فعلا أن نعبر عن كل شكرنا وامتناننا لزيارته ولهذه العلاقات التي تميز المملكة المغربية بدولة فلسطين. ونحن دائما نعمل على ترسيخ تلك العلاقات وتطويرها في كافة المجالات وفي كافة الأصعد. وخلال اللقاء بين الوزيرين جرى الاتفاق على عقد أعمال اللجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام، في وقت أكدت فيه القيادة الفلسطينية على أن هذه الزيارة تحمل دلالات كبيرة من قبل المملكة المغربية التي ظلت مواقفها ثابتة ومتجذرة وضاربة في القدم. زيارة وزير الخارجية المغربي إلى فلسطين إنما تؤكد على عمق العلاقة التاريخية والتلاحم الذي يجمع البلدين، فضلا عن أنها حملت رسائل عدة من بينها رسائل سياسية في ظل الظرف الصعب والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية. لقناة ميديان تي في، فالح نصير فالح، مدينة رام الله.